السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اهلا بكم اصدقائي في حلقه جديده على قناتكم المفضله. اليوم اخترت لكم هذه الجوله في هذا المنظر الرائع في هذا السد. هذا السد وللاسف في هذا الفصل لا يكون ممتلئ عن اخره بالمياه، وبالتالي لا توجد طيور مهاجره كثيره. انظر، هناك نوع من الطيور النادر هناك، لا أدري ما إذا كنت أستطيع أن أقرب الصورة لنراه. قربت الصورة ولكن غير واضحة للأسف. لكن منظر رائع. كما قلت في هذا الفصل بداية الخريف أو منتصف الخريف لا يكون ممتلئ كثيرا بالمياه عادة، وتكون المحيط غير مخضر، لكن ورغم كل ذلك منظر جميل رائع يأسر الأنفس. سنحاول الاقتراب قليلا. هذه الأشجار لم يغرسها أشخاص أو فلاحين، كما نلاحظ هنا أثار أقدام المواشي. هنا أيضا يتم صيد نوع نادر من البط البري، ولكن أعتقد أنه ليس الوقت المناسب لملاحظتي. لو دققنا قليلا ربما نجد البعض من البط البري.